احنا اسمح لكم تفضل 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 طب وانا اكون معكم يعني ولا هذه رساله من فريق دعمك احمد وقف هنا يلا وين اسمه حق التكسير شكرا منيب كيوت العلوم شكرا منيب ابشر بالسعد على شان لا اظن التراب ايه الامبراطور كيوت العلوم غان طيب شباب انت خذيت لا شكرا عم منيب شكرا من ذاك اسمك خذ اسمك خذ اسمك واقرا الرساله اللي قدموها لك فريق دعمك بطريقه مضحكه طبعا فريق دعم احمد الشمري قاعد يبيعنا يا جماعه يقول كسروا راحتكم وخذوا صمت ابد اللي يامرون عليه يامرون وينهون طبعا صمت عندك اعتراض على ذلك؟ لا يا حبيبي شكرا فريق دعمك مضطهدين من اخوك عبد الرحمن سلام عليكم عطى الصوت وجه كلمه لاخوك عبد الرحمن الله يطول عمرك اخوي عبد الرحمن الله يطول عمرك اخوي عبد الرحمن ما قصرت يجي منك اكثر كله منك انت الشيخ هذا عشاك انت الذيب طيب يقولون طال عمركم من اليوم ما في خصومات كسروا الاثاث براحتكم وهذا دي وهذا تلصق بوها الاشياء اللي كسرته ممتاز عطى الضحيه الاولى قايل لكم في بيعات بس انتم مو حاسين ايش يكسر انت اخذت اي ظالي اخذ قم يا زيدي امبراطور الله يستر لا يكون كهرب شوفوا الحركه هذه الحركه حقك يا امبراطور حقك جدا خايسه الوكاد لبست طويل مره حق ماذا حق مهند صح طيب يا نير فيدي وين اسمك وزيني تعال جلس اوكي انت حلوه كذا ها ايش الله علي لا 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 هذه اسقاط على قايل لك فريق دعمه قاعد يبيع لا 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 مليونين في اسقاط على فريق دعمي كيف الطريقه؟ يقولون؟ عادي عادي تكلم ايش يقولون؟ عادي اسقط على فريق دعمي طيب اتحداك يقول فريق دعمك اخذت لي اقعد اقعد تعال تعال صل على النبي اللهم صل على محمد على نذركم يا رب نعيما يا وليد الله يرحمه تعال تعال في شيء له ناصر والله انت تجي والله انت تجي الرب اسلم يقول فريق دعمك كل اسود والله كبود شكرا لك فريق دعمك ما ظنك كذا كنت ما ظن دقيقه ايش كتبي؟ شبح ولعت حد صعبه يا ولد صعبه صعبه شكرا 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 لا اقرا اقرا عاد شوف هذه الدعوه يقول فريق دعمك ما يطلعون الا في الليل كانهم خفاش انتوا الخفاش انتوا الخفاش يا غلطان على فريق دعمك تمونون تمونون عليه هم اخوياي تمونون عليه كرام الدور خلنا معك هم اخوياي وانتم تمونون فرشة وليد يلا اسلم 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 فريق دعمك يسمونك انتوا سيف ثنائية السراويل اجلدهم بالكلام فريق دعمك شلون؟ فريق دعمك يسمونك انت وسيف ثنائيه السراويل اجلدهم بالكلام انا يا رب ان يعني ما افهمها الفهم اللي في بالي عشان كذا ورا صوره بطل كيف 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 دقيقه تعال تعال فريق دعمك يسمونك انت وسيف نايور فيدي ثنائيه السراويل امبراطور منقذ الحياه منو؟ يا نايور فيدي خطه عشان الموضوع التكسير تاخذ راحتك لا عليك يا مهند مهند بما انك تكسر كثير هذه رساله من دعمك لا صدق ما ها شراء المتعه حاول عامر عامر منين يعني طول المنظر فشليت على رساله من فريق دعمك عامر اقرب صوت عالي لحظه هذا شراء الروح ابا ابا انت وراي قاعد تشوف الصوره هذه غرة غرة دي ابا ابا لو سمحت ابا ابا الو يا ولد اشغلت باطا يا ولد ترى برفع عليك يرضيك قاعد اهوجس ايش يقولون؟ فريق دعمك يسولفون مليون سالفه بنفس الوقت رجاء انصحهم كيف مثل الوضع خلهم يسولفون يا جعي والله ما يسولف غيرهم حقك على راسك حقك خلهم يسولفون قله اكبر انا مشغلني عنده الحين وش يكسر الحين؟ مو بتكسر في حاله اذا كسرت شيء صمغ صمغ هذه رساله هذه اسمع اسمع عطوا حمد خمسه انا كتبوا لي فريق دعمك خليها وليد الفيح وليد الفيح في كل وقت ايش سبب الروقة؟ صوت عالي يا وليد لو سمحت خذ هذه شنو؟ علقتها اقرا بصوت عالي يا وليد ترى عارفين الكلام روح ابغى وين؟ انا لا تعاين بالكاميرا بعاين فيها
على كيف حي عين فخره لنا. شو يقولون؟ نرجع برايم فريق فريق دعمي يقول فريق دعمك يخططون يبيعون كليتك عشان يزيلون لك مبادره وفعاليات. نسيت اعلمهم نسيت اعلمهم يا عيال اني بايع العام الثنتين بايعها مطعم بهر العيب. لا لا كلاوي ما فيه زد بعتها دوري وغيرها. والحل سلطان الحل يطلبونه اطلب من سلطان اخوي علمني العيب جت بكره ولا سعود تلاحق عمرك طال عمرك والاشياء اللي كسرتها عقب ما تكسرت صبغه بعد. طيب كسرنا جدار لا يمسك الجدار. نعم شلون هي من اخوك الله الله شكرا على بطارنا السابق عيونك والله بارت من راسك. انا بطارنا السابق انا اشوف انا اشوف ان ترى فريق دعم احمد قاعد يبيعنا كلنا على شكرا يعني. شكرا عسى ما عندك شكرا يا فريق احمد وشكرا يا احمد وفريق دعمي تهبطوا لا كليه ولا عسى ما عندك اعتراض يا فريق دعمي ما عندك اعتراض من النظره في اقرا بصوت عالي يا موسى البيبي كتب الحلا دائما ما يجي بالله الحلا صوت عالي نوم عيني يا بني هاج شوف النظر فريق دعمك 24 ساعة معصبين ويتحلطمون على مبادرات فريق الدعم لا 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 ابدا فريق دعمي شغالين على قدم وساق لانجاح ودعم موسى الفيفي السمو وهذه احدى المبادرات اللي قاعد يقدمونها وضروري نكسر عطوا صمت لا انا ما عصبت على الرساله هذه بررت انه فريق دعمي شغالين 24 ساعه بحيث يشوفون السمو بمنظر جميل انت اخر فتره خرب بيت تصعد على الجدران لا لا هذا ينفع على الجدران ولا اكثر شيء طبعا اذا كسرت نظارتك ابشر بالسعد انا جتني لقافه اخوي احمد ما قدرت يعني بما انك مشغلني اليوم كله يعني يا حبيبي وترى بدون راتب على فكره ها ايوه طبعا احنا دعم احمد احنا دعم احمد ودعمك صرنا ثنائيه واذا تهاوشتوا بنتهاوش رجاء اهجدوا وفريق دعمك باعوا كلاويهم عشان التصويت من تقفيله المايك ها احمد ها هذا انت مشغلنا عندك ايش تبي عندك؟ فريق دعمي والله والله قاعدين يسبون فريق دعمك قاعد يبيعنا ليه ما نبيعك الحين احنا؟ يا استاذ يا احمد احمد طرنا تراني خايف احمد الامبراطور يتكلم هنا انت من نفسك ها؟ سام طال عمرك اسمع جهز الخيل يا ولد لا 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 طيب جهز الخيل يا ولد يلا يلا بس لنا تكفى يلا خلاص يا احمد يا من العافية أشكرك شكرا لك بعد الله وجيكم حياكم الله يا أحمد عن إذنكم الله يوفقك يا أمبراطور شرفت أنا في هذا المحل ومحلك جايم أي وقت صلوا على النبي يا جماعة السلام. شكرا يا أهل فيفا طبعا شكرا على الواجب والله يحييك أخونا لا كذا ما مر أخونا العويسي فيه حمى بسيطة راح المستشفى وبيجيك إن شاء الله هو يعتذر منكم الجاية جهز الخيل يا ولد جهز الخيل اوكي قدام العافيه انا استاذنك ابغى اجهز شيء ينال على اعجابكم جميعا وان شاء الله ان الشيء هذا مجمل يكون في رايتك بيضاء ومحلك طيب وشرفتني شكرا لك الله يحييك يا مرحبا ومسهلا اخر السمبوسه والعلوم بنجيك يا حبيبي بجيك بس بروح الله يسر عليك وتفقد لنا تعرف انت يوم الثلاثاء وش عندنا صح؟ اي الله هذه العالة انا بطني اوكي اركب اركب لو سمحت لا تجي اسالني يا تجود يا ولد تجود مالك من جوي حي الله تعود تجود يا ولد مالك